هو مش المفروض ان انا اقبض اول الشهر يا اسطوره؟ المفروض ان انت تديني فلوس، انت شغال مع الاسطوره. هو ليه يعني مش عاجبك شغلي ولا ايه يا اسطوره؟ انت بتشتغل؟ انت ما بتشتغلش اليوم الاثنين، الاجازه بتاعتنا. ما انا عشان بسترزق. بتقول ايه؟ عشان بحب اشتغل كل يوم يعني. القهوه بهواد. نفسي في مره تجيب مشروبك وانا طالبه. وانت زعلان ليه؟ ما هي كلها طلبات. يلا خد حسابك اهو يا عم، افتح ايديك. اهدى، ده كلها جنيهات. ما هي فلوس اهي قدامك. ماشي. وانت مش هتجيب الفلوس اللي عليك؟ ما انا لسه بحاسبك امبارح، وانا هدفع كل يوم ولا ايه يا عم صالح؟ ايوه، كل ما اجي اطلب منك الحساب تعمل لي البوليكه الفاضيه ديت عشان ما اخدش منك. خلاص خلاص، حسابه كام وانا ادفعه لك؟ 100 جنيه هاته. 100 جنيه؟ ليه يعني؟ ده ثمن القهوه اللي بشربها ولا ثمن القهوه نفسها؟ انت مش قلت هتدفع ال 100 جنيه ما تجيبها؟ رجعت في كلامي. ماشي ماشي، انتوا مفكرين ان انا مش عارف اخد حسابي منكم؟ بقول لك ايه؟ انا عايزك تحلق لجدي. هو جدك لسه عايش؟ انت هتقر على الراجل ولا ايه؟ مش تحلق لجدي وبس، تحلق لجدي ولابويا ولابن اختي. 3 لواحد ب 20 جنيه يبقى المجموع 150، وانت ليك 100 يبقى انت عليك 50 جنيه. صدق حسابك مظبوط، طول عمرك حقاني. ولا بقشيش عشانك. طول عمرك حقاني يا اسطوره. اللي بيتهرب من انه يديك فاتوره علشان ما يدفعش الضرايب بيضيع حقوقك وحقوق ولادك. يا ساتر، حافظ على انا قرفت من محرز وبسيمه دول. ونسيت امه الخير. امه الخير كمان. ومؤنس، مؤنس ساعات بيجي. وبعدين هو انا ناقص؟ ما كفايه عليا محرز. بص يا اونكل، شوف انت عايز ايه بالظبط واحنا نعمله. عايزكم تخرجوا محرز من الفيلا. وانت خرجته انت يا اخويا. هي دي الهوا والطعام. ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي، حتى الضرايب بيعملوا لها اعلانات. بقول لك ايه يا محرز، هي الضرايب دي حاجه حلوه؟ طبعا يا حبيبتي، لدرجه انها بتخلي الواحد يتجنن. طب ما تشترك فيها. تفهم من بقك. برافو عليكي، بقيتي تعرفي تنشلي. انت كمان بتشجعها؟ مش شايف نشلت عليك ازاي؟ طب انا هوريك. بقول لكم ايه؟ اللي قرب منها هبوظ له وشه. ساعتها ساعتها. ايه ده؟ مسدس سريع الطلقات؟ دي خزنه واحده، المره الجايه هجيب لكم دوم. ما تخافش يا محرز، اللي هيقرب منك هنسيفه. غسيله غسيله. طب انا هوريك. ايه ده؟ الاعلان رجع تاني. ما تشترك يا محرز، يمكن تكسب حاجه كويسه. وانت في من بقك. مش انا يا غبيه. انت هتجنني للمره المليون وانا ما فاهمك تعمل ايه؟ انا فهمت بس بحب اتاكد. خليك معايا، انا هتروح لمحرز هتفهمه ان اسمك سلطان، تمام؟ تمام. وهتاخد معاك دفتر وهتعمل نفسك مفتش ضرايب، تمام؟ تمام. وهتقول له انه عليه ضرايب كتير ولو ما دفعش هيتحجز عليه، تمام؟ تمام. فهمت؟ تمام. الحمد لله. قولوا لي بقى هعمل ايه بالظبط؟ يا جماعة أنا ما أقدرش أحلق دلوقتي، مواعيد الحلاقة عندنا بتبدأ بعد 4 دقايق وتلت. ولد مونس، تعالى يا ولد. اللهم صل على النبي، الناس دي كلها زباين يا أسطورة، زباين. الزهر تفت البنت بسيمة فتحتها في وشنا. بس ما تنقش بس عشان الحسد. بقول لك إيه، شكلهم زباين غراب، حاول تصيطني قدامهم. ها، من عينيا صيطك جامد دلوقتي. يلا يا ابن عم. ليديز اند جنتلمان، سيداتي انستي، فراشة الحاج محرز. غبي، فراشة ايه؟ لا مؤاخذة يا اسطورة، انا اسف. محلات الاسطورة للحلاقة تحييكم وتتمنى لكم قصة سعيدة وحلاقة جديدة، وبنقدم لكم عرض الفترة محدودة جدا، اللي هيحلق شعره هيستفيد بحلاقة دقنه هدية. وده بمناسبة ايه بقى؟ هي بمناسبة دخول زباين كتير للمحل. غبي، اغبى حد شفته في عالم. غبي 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 قوي على فكرة. قصدي بمناسبة ان الاسطورة ورث فيلا تساوي ملايين. هو انت عندك فيلا؟ بس عشان الحسد. هو المحل زحمة ليه النهاردة؟ النهاردة؟ ده النهاردة اقل يوم فيه زباين. اشمعنى يعني النهاردة اقل يوم؟ النهاردة التلات اجازة الزباين. طيب ممكن اعين الفيلا؟ ليه بقى؟ تعالى الفيلا ان شاء الله. ممكن اشتريها منك. تشتريها؟ بس دي عليها مشكلة، عليها وقف يعني. خلاص، ممكن اجرها منك. تأجرها؟ ب20,000 جنيه في الشهر. انا موافق بس اعينها الاول. عينها؟ ده انت تأمرني. اتفضل يا باشا، اتفضل معايا. راح فين يا اسطورة؟ يا غبي، رايح مشوار مع الباشا وجاي. باشا؟ طب والزباين؟ ولع في الزباين. حرام، احلق لهم الاول وبعدين اولع فيهم، ولا اولع فيهم وبعدين احلق لهم. اللي انت شايفه. اقول لك حاجه، ولع في نفسك كمان. اتفضل يا باشا. السلام يا اسطوره. السلام. اتفضل اتفضل يا معالي الباشا. احنا زرنا النبي. اتفضل. الفيلا دي كلها ملكك؟ لا،
امال ورثها يعني؟ على اتفضل اتفضل. وعايش فيها لوحدك؟ لا والله انا والعفاريت. عفاريت؟ قصدي انا ومراتي وحماتي. بس دي فيلا كبيره قوي. والله ما باخدش بالي من الحاجات الصغيره ديت. يعني عايز تأجر الفيلا ب 20,000 جنيه وبالنسبه لك دي حاجه صغيره قوي؟ يعني 20 جنيه. تقصد 20,000 جنيه؟ مش انا قلت لك ما باخدش بالي من الارقام الصغيره ديت. هتبيع الفيلا عشان تشتري شقة؟ لا مش قصدي، انا هبيع الفيلا عشان اشتري جراج اوضتين وصالة عشان اركن العربية فيهم. وكمان عندك عربية؟ لا والله انا لسه هشتري، بس بدور على ركنة اركن فيها العربية. افهم من كده بقى ان الفيلا زائد العربية زائد ارباحك تقدر بحوالي كده 50,000,000 جنيه. والله انت لو عايز تشيل البيعة كلها انا ما عنديش مانع. الله 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 الله، افهم من كده بقى انك انت عايز تهرب. اهرب من ايه؟ تبيع كل حاجه وتسيب البلد وتهرب من الضرايب. وحضرتك شغال ايه بالظبط؟ سلطان سلطان مفتش ضرايب. محرز محرز ورث الفيلا وعليها 15 جنيه المكواجي. قصدك عليه 5,000,000 حق الدوله؟ ليه يا باشا؟ انا بحبكم، ده انا كل ما اتفرج على البرنامج بتاع الضرايب حتى مراتي بسيمه بتحب الاعلان ده قوي 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 والله. ايه ده، انت جيت يا محرز وبتكلم نفسك كمان؟ بس بسيمة جت، يا رب تعدمي عينيك وعربية تخبطك اول ما بتتفرج على الاعلان بتاع الضرايب. بتعملي ايه؟ اعوذ بالله. عندك حق يا بسيمة. عاوز مني حاجة يا محرز؟ عايز ايه؟ تعالى الله يخرب بيتك. بعد اذنك يا باشا 5 دقايق وهجيلك. اه اتكلم نفسك بردك يا راجل. امشي امشي الله يخرب بيتك. عيب عليك بقى. برافو عليك يا سلطان. بقولك ايه يا ابو السلاطين، مش محتاج اي مساعدة؟ اوكي يلا بينا نساعده، بس ازاي؟ هنوقف له من بعيد ولو غلط نشاور له. يا غبي، انت عايز محرز يشوفك والخطه تبوظ؟ انا سامع صوت محرز جاي، يلا بينا يلا. مؤاخذه يا باشا اتاخرت عليك، اتفضل اتفضل. شكرا. معلش مراتي دماغها مفوته شويه. فعلا وبقها عايز تقفل. اقول لك حاجه، دي عايزه عمره كامله كلها. فعلا. هتدفع ال5,000,000 ولا لا؟ ولو ما دفعتش يعني ايه اللي يحصل؟ هتتحبس. طب ولو دفعت؟ هتتحبس. لو ما دفعتش ومش عايز اتحبس؟ تسيب الفيلا من الصبح قبل ما النهار يطلع. يعني هاجي الصبح ما تلاقيش الفيلا؟ هتلاقي واحد جاي يحجز عليك، انت والعفاريت والمحل. عفاريت ايه؟ مش انت بتقول مراتك وحماتك من العفاريت؟ يسمع من بقك ربنا، يا رب يكونوا في حلاوه العفاريت. تشكر يا حبيب قلبي. بتشكرني على ايه؟ مش انت بتقول من العفاريت؟ وانت مالك من العفاريت؟ اصل انا مراتي وحماتي من العفاريت. ده انا عندي حق، من الصبح يا باشا الم هدومي واتكل على الله فريره. يا حضره الظابط استاذ فرج، بقول لك ايه ده؟ بقول لك ايه، انا كنت عايزك بخصوص ثواني ثواني يا محرز ثواني. طب ماشي. يا حضره الظابط، انتوا جايين تحجزوا عليا، انت مش عارف انا مين؟ فرج ابو الفرج المحامي. قلتها بنفسك، اثبت انها فرج ابو الفرج المحامي. ازاي جايين تحجزوا عليا؟ عشان هربان من الضرايب. هربان؟ ازاي هربان يا حضره الضابط ولما دخلت عليا لقيتني قاعد على المكتب؟ انت استاذ فرج ما بتسددش الضرايب اللي عليك، ودي جريمه يحاسب عليها القانون، وعشان كده هنضطر نحجز على المكتب. قول كده من الصبح جاي تحجز على المكتب كده، انا فهمت. اوكي انا موافق، خلاص اتفضلوا احجزوا على المكتب وانا هتصرف اجيب مكتب غيره. للاسف مش هتلحق تتصرف لان حضرتك هتيجي معانا. هاجي معاك يعني؟ هتقبض عليا وعلى المكتب، 2 في 1 يعني. ايوه ده قانون الضرايب، عارفه ولا؟ اللي عارفه حفظه وصمه. تحب اسمعه لك؟ لا ابقى سمعه قصاد النيابه. هاتوه عنك يا باشا، تعالى خفيف. على اخر الزمن فرج ابو الفرج هيجيب له عيش وحلاوه. ايه اللي جابك يا محرز؟ اجيبها لك بشعر ولا قرعه؟ هي ايه دي؟ الحلاوه خفيف. استراحه يا كوتش. السلامه. بس لو تريحني يا محرز وتفهمني في ايه؟ انا لو فهمتك الصبح هيطلع. اخس عليك يا محرز، وانا يعني لو الصبح طلع مش هفهم اللي انت عايز تقوله لي؟ لو الصبح طلع انا هروح في داهيه. طب ما تخلص بقى، خلينا في الداهيه اللي احنا فيها هنا. ما لو فضلنا هنا هنروح كلنا في 60 داهية. بجد؟ طب اروح بقى عند امي. بقول لك ايه؟ سيب امك تروح في 60,000 داهية. داهية عليك وعلى معرفتك يا محرز. اهو انت وامك. اوف اخيرا هخلص منهم. انا ما كنتش متوقع ان انت تحبكها للدرجه دي. شفت؟ شفت انت لما فطمتني انت عايز ايه؟ انا بعبرت ازاي؟ بعبرت؟ ايه بعبرت دي؟ بعبرت يعني بعبرت. بقول لك ايه، ما تقفلنيش منك، انت لسه عامل عمل بطولي يا اخي. يا ابو السلاطين
انت مقاسك ايه؟ ميديم سمول ولا ميديم لارج؟ ليه؟ بفكر اعمل لك تمثال هنا في الفيلا. والله فكره مش بطاله يا توتي، بس هنحطه فين؟ ملوش مكان، خلاص مش مهم. الله الله يا عم الامور، انت وهو اهلا، منورنا منورنا شويه رمامه. ده انا اللي هعملكوا ثلاث تماثيل واعمل حواليكوا نافوره واجيب بسيمه ام الخير يغسلوا رجليهم فيها. يا واطي يا سفاج انت وهو. وبعدين كده محرز عارف كل حاجه والخطه باظت. مش مهم، نشوف خطه تانية. انت عندك خطه تانية؟ ايوه. ايه هي؟ الحقنا بيها بسرعه. اروح لمحرز واقول له ان انا مش مفتش ضرايب، اقول له ان انا عفيت، فيقوم يتخض ويقول يما. هيقول ايه؟ يما. ايوه هيقول يما ويسيب الفيلا خوفا من العفاريت. وبكده نبقى استفدنا خلاص. ايه رايكم؟ لا دي خطه حلوه قوي قوي قوي. ايه عجبتكم؟ عجبتني جدا لدرجه ان انا منبهر بيها. ايه مش باين عليا الانبهار؟ لا مش باين. مش باين؟ طب قرب مني وانت تشوف الانبهار على اصله. خليني كده. تعالى. انا كده هقول يا اما ويا ابويا ويا اللي جابوني. انا حاسه ياما ان محرز ما بقاش يحبني ويغير عليا زي الاول، والصراحه يعني خايفه تكون عينه زغت كده على عفريته من العفاريت اللي في الفيلا. يقدر؟ ده انا كنت خزقت له عين. حاسبي ياما هتخزقي لي عين انا. بصي يا بسيمه. ايه؟ انت يا حبيبتي اللي ما سمعتيش كلام امك. ليه بقى؟ قلت لك يا بت بلاش بلاش عينك تبوظ عليه. فضلت عينك تبوظ عينك تبوظ عينك تبوظ لما بصبصت خالص وهو بص بره. إيه طب ياما يعني دلوقتي انصحيني اعمل ايه عشان يرجع يبص جوه؟ بخبرتي في عالم الرجال إيه؟ اعرف ايه بقى؟ ان الراجل ما يتغصش ويتكاد ويتنحرر الا من الراجل اللي زيه. فهمتك ياما، انت عايزانا اخونه صح؟ انا خدت الاذن اهو. يا بيت إيه؟ خيانه من اللي هي بتاعت السيمه اللي هي كده وكده اللي هي بتاعت العشق الممنوع. إيه طب وانا اجيب مهند منين دلوقتي؟ ده على اساس انك سمر يا روح امك. بيت ركزي معايا عشان اوعيكي. حاضر ياما. وعي. مركزه؟ بحاول. بصي لازم تفهمي وتوصلي المحرز ان انت مهتميه براجل غيره. من هنا بقى هيفوق ويصحصح وما يبظش بره يبظلك. اه عبده متقلب. مين صاحب المحل ده؟ ممكن تعتبرني انا صاحبه. يعني ايه اعتبرك؟ يعني انا الكل في الكل هنا. المحل ده بقى له قد ايه؟ اوه المحل ده موجود من قبل ما مصر تتبني. معقوله؟ اللي بنى مصر كان ايه؟ كان حلواني. لا كان بيحلق هنا قبل ما يبنيها. يا سلام. وكمان المحل ده شارك في افتتاح مصر. ازاي بقى؟ المقص اللي قص شريط افتتاح مصر خدوم ده المحل ابو جلده الصغير ده. التصوير ده تبع المحل؟ ده نشاط تاني بقى لو حابب تتصور. انتوا كمان عندكم نشاط تاني؟ بس احنا بنصور يوم الاثنين، لكن لو عايز تتصور دلوقتي ما عنديش مانع. ده انتوا على كده بتكسبوا جامد قوي. اكتر حاجه عندنا المكسب. الاسطوره من يوم ما خد الفيلا واحنا اتخنقنا من المكسب. فيلا فيلا عال قوي قوي، ده احنا دخلنا في عقارات كمان اهو. انت هتسالني الاسئله دي كلها ليه؟ انت مين وعايز ايه؟ انا سيد سلطان مفتش ضرايب. وانا شغال في المحل هنا باكنس بس، وكل الهلومه اللي قلتها لك دي بتاعت محرز وربنا. حاضر يا عم. وانا نايم ورا الباب. الراحه. حضرتك محرز؟ احيانا يا فندم. اتفضل فندم. اتفضل اتفضل اتفضل. انا كنت جاي عشان اعين الفيلا. ليه ان شاء الله يا فندم؟ انا سيد سلطان مفتش ضرايب. اخو سلطان. سلطان مين ده؟ لا ما تحطش في بالك. اتفضل مع الباشا. اتفضل. متشكر جدا. متشكر. اتفضل يا فندم. منورنا يا فندم. خليك. متشكر. اتفضل يا فندم. اهلا اهلا يا فندم. بيك. اهلا بحضرتك. معلش تشرب يا فندم. لا ولا اي حاجه ربنا يخليك. متشكر. ما هو لازم حضرتك تشرب حاجه. لا 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 ربنا يخليك. متشكر. تشرب ايه؟ اذا كان كده ممكن اخد قهوه مظبوط بس بسرعه. وانت مستعجل ليه؟ ده احنا هنشربها على روحك ان شاء الله. نعم نعم الله عليك. طبعا جاي هتقول لي عليك 5 مليون و6 مليون للدفع للحبس صح؟ ما انت عارف كل حاجه اهو يا قور. يا ضلالي يا نصاب يا اونطاجي. امال ما بتدفعش ليه؟ ما مين قالك ما ادفعش؟
ده انا ملتزم جدا، ده انا هدفع دلوقتي. تاخد كاش ولا قسط؟ كاش كاش. خليك انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ مش عارف. انت كده هتودي نفسك في داهيه. انا كده كده مودي نفسي في داهيه. انت كده بتعدي على موظف اصلا تهديت عمله. اقول لك حاجه، متعدي مش هسيبك، انا هحبسك والله هحبسك. اوعى ضايع. وبعد ما ضربت العفريت النصاب ده عمل ايه؟ حد يقدر يكلم الاسطوره؟ ضربته وجري طبعا. الله عليك يا اسطوره يا مشيب العفاريت. الحساب يا بهوات. كام الحساب يا عم صالح؟ هو انتوا شربتوا ايه يا اسطى؟ لا احنا ما شربناش حاجه يا عم صالح. خلاص طالما ان انتوا ما شربتوش يبقى ما تدفعوش. لا ما ندفعش. احنا مش هندفع، بس احنا كنا مدينك 50 جنيه عايزين الباقي بتاعها. انت اديتني 50 جنيه؟ اه. خلاص طالما ان انت اديتني يبقى انت قصدك. انت اديتني حاجه برضه؟ انت ناسي ولا ايه يا عم صالح؟ والله يا ابني ما انت فاكر حاجه. خلاص خدوا ادب ايه ال 100 جنيه هي بتاعت الحاجات اللي انتوا شربتوها. الله عليك. آه. يا عم صالح انا ما اكلش حق حد. ربنا يخليك. يبقى تعالى كل يوم. انا يا انتوا هتبقوا موجودين هنا كل يوم؟ هاجيلكوا. عم صالح. ايوه تعالى. دول بقى شيش عشانك. يكبر خاطرك، ده انا مراتي بتولد امبارح شفته. بقول لك يا دمونس، ايه في حاجه غريبه حصلت النهارده. ايه؟ لما ضربت العفريت جري. الله، اللي انا مستغرب له ان نفس العفريت ده جالي المحل عشان ينصب عليا. ازاي؟ قال لي زي ما قال لك كده بالظبط. طب وانت قلت له ايه؟ قلت له المحل مش شغال والاسطوره مش لاقي ياكل وعليه ديون. وانت ايه اللي خلاك تقول له كده؟ انا افتكرته بتاع ضرايب بجد. ايه ده؟ انت بقيت تشوف عفاريت زياد ولا ايه؟ انا تلميذك يا اسطوره، ده انا روحي فداك. لا اشوف عفاريت، ده انا اشوف اي حاجه انت عايزها. اهلا اهلا يا محرز اللي بعتني. لا والله يا استاذ فرج، ده انا كنت بدور لك على الحلاوه. انما اقول له يا استاذ انت خرجت ازاي؟ خرجت ازاي؟ عملت مصالحه مع مصلحه الضرايب. انا فرج ابو الفرج. الله عليك يا فرج ابو الفرج. لو اسم فرج مش عاجبك انا تحت امرك. مين فيكم محرز؟ اهو يا حضره الضابط. اه يا جبان في يا باشا. اهو مش قلت لك احبسك؟ والله احبسك. هو انت مش عفريت؟ مع عفريت الا بني ادم يا اخويا. قعدت اقول لك انا سيد سلطان مفتش ضرايب، انا سيد سلطان مفتش ضرايب، اغنيها لك يا اخويا. هو ده اللي اعتدى عليا حضره الضابط. امتر امتر الحقني والنبي. كنت لحقت نفسي. هو بيض عليه. مع السلامه يا اسطوره، هبقى اجيب لك عيش وحلاوه. ما تقلقش، العيش عليك والحلاوه عليا انا. على فكره يا باشا انا مش لوحدي. امال مين اللي معاك؟ ده رئيس العصابه والعصايه بتاعته كمان. لو على كده حضره الضابط انا مسامح اللي ضربني، بس مش هسامح صاحب العصايه. انا اللي ضربته يا باشا، وده صاحب العصايه والبصمات بتاعته عليها. وبوض عليه. حرام عليكم، طب ابوضوا على البصمات وسيبوني، انا ما عملتش حاجه. يا واحده ما تقلقش يا مؤنس، انا هخرجك منها زي البصمه من العجينه. حرام عليكم. انا ما قتلتوش. سلامه مؤنس، هتوحشني يا جبان. انا سيد سلطان مفتش ضرايب. أنا سيد سلطان مفتش ضرايب. أنا سيد سلطان مفتش ضرايب. أنا سيد سلطان مفتش ضرايب. سيد سلطان مفتش ضرايب. سيد سلطان سيد سلطان سيد سلطان سيد سلطان سيد سلطان سيد سلطان سيد سلطان.